بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمتقين. أمر جبريل بنزول القرآن على قلب خاتم الأنبياء وإمام الرسل وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين، الذي فتح الله به أعين العمية وآذانا صمة وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذنه، صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التغابن. أما بعد، إن الله تعالى أنزل الأحكام في القرآن وبصرها النبي عليه الصلاة والسلام، فلن يترك شيئا مما نتعبد به ونتقرب إليه ونستهدي به إلا بينه في القرآن والسنة. فلا يجوز لأحد أن يتعبد بدون ما أنزل الله على نبيه، كما يجب علينا جميعا أن نمتثل بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نجتنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا بما أمر الله تعالى عباده عند قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإن من خالف الرسول فقد حق عليه الويل والعقاب الشديد، فلا بد من تمسك بسنته، إذ هو الإيمان الكامل الشامل للأصول والاعتقاد. وباتباع سنته يشعر النفس بالعزة والسمو، إذ لا يخضع بعدئذ لأي إنسان في هذا الوجود، ولا يقول لأحد شرب التشريع، إنما التشريع لله وحده، وهو الطاعة التي تطمئن به القلوب وتهدأ له النفوس. فلا تغتر بنعمة ولا تيأس بنقمة. أمر الله تبارك وتعالى جل شأنه في كتابه العزيز بطاعة نبيه، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أيها الناس، لا بد من طاعة الرسول بالأعمال الصالحة التي يهذب النفس ويصحح العلاقات الاجتماعية ويجعلها قائمة على أساس متين من المحبة والمودة والألفة والوحدة. قال ابن عباس: إن للحسنة نورا في القلب وبياضا في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، وإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. اللهم ارزقنا بطاعتك فيما أمرتنا يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادة الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ول أمورنا خيارنا يا حي يا قيوم. أقيموا الصلاة.